وفعلا الأولاد مو بصدد أريد أجاب الأسئلة. الله يسلمك والله شيء نفس هذا الفيديو تشوفيه والله وروح. ما بالي يعني هذا ما أشوفه ما بالي شيء ثاني. الله يسلمك قلبي. فشنو إخواني الأستاذ الفاضل أجاد بأمور أنه موضوع نهج البلاغة إلى الآن وإحنا هاي مصيبة يعني. ها مو هيج ها والإسناد روح سوي لي مثل أنت قاعد ها مو هيج تعال احفظني فت خمس حكم والنبي محمد خد موسى ما ينهج خمس حكم لكن اليوم لا بأس شوية عندي فطالة رادو مسابقة جامعة الكوفة راح أعطيه طافر سطعي فإذا عارفة لك بابا شو تطفر السطعي قال شيخنا هو شو بدي هو صدق شو بدي هو بدي جماعة ندري شو تخيل صح تخيل هو طفل يعني ما معناه انه القضية اخواني وانت ما حضرت السبب بالمناسبة لا رأي ما لا صح ما فوق الأخير ما ها ما حضرت نفسي كمان يا حسين ولكن لا رأي ما كمان ايه هذا أولاده فهذا طفل ويدري أنه الوضع ما حد يدري شكو به هو طفل تعرف شو فاكو يعني اكو تسويف ما اعرف يعني نوش والله ما تدري نوش ما اعرف يعني احنا هنزير والله واقولها بملء فني دار العلم ملء والخوئي سوت هذا الدرس العظيم حتى من نقعد في دار العالم عم يقول لك درس نهج البلاغه من نجح يعني هذا نهج البلاغه الخطب هذه الكبيره العظيمه تدري شو يقول الشيخ الكليلي يقول لو اجتمع الجن والانس على ان ياتوا بالخطبه الاولى ما استطاعوا بس الخطبه الاولى اخواني اللي سيد السيستاني يوصل بها يقول فيها اسرار الكون وتشاهدين سيد السيستاني مرجعنا الله الله ايش قد يوصل فيها جنة وبالكتب الكتب الثلاثه يعني القران ونهج البلاغه والصحيفه السجاده بوريك استاذ الغالب الله يحفظكم ان شاء الله تهدي الله اركان الهدى السلام عليكم يا سيدنا مولانا امير المؤمنين بركت وجزيت خيرا شيخنا الفاضل على هذه المحاضره القيمه بهذا المجلس المبارك مجلس صلاح الدين رحمه الله الواسع على روح خادم اهل البيت الحاج عبد الرزاق جعفر الله والحاجه رحمه الله الحاجه ام نزير وكذلك الفقيد الغالي الحاج مليح عبد الرزاق محي الدين وايتادهم الافاضل مشيئة امير المؤمنين. طبعا المحاضرة استفدت منها شخصيا هي مستفادة ولا اريد اطيل. اتمنى منكم مشكورا ومتفضلا لو ارشدتني الى الخطب التي تقويني على فهم الابتلاء غير الموت لواقع عملي التدريسي والمعيشي والى اخره. حقيقة في الابتلاء ترشدني الى الخطب اراجعها ليستفيد منها لتقويني وتشد أزري من فهم الابتلاء حتى تقوى عليه. جزاك الله خير. أنا بس أريد رقمك لأن أكو أكثر من مكان يتكلم لي عن الابتلاء لمرة حتى أدز لك النصوص اللي تخص اللي تريد. أكون ممنون لك. بالخير. جزاك الله خير. الهواية أخوي يتكلم لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ الله والاخوان وشيخ نزيه قالوا فيك ما فيه الكفايه اللهم زد وبارك الله يوفقك شخص انا من خلال بحثي ودراستي في لماذا كان هكذا عهد الامام علي انا اعتقد وصلت الى قناعه أن فلسفة إدارة الدولة من قبل الإمام علي قد اختلفت عن الآخرين. في صحيح هو في كثير من الأمور لكن أنه في أمرين مهمين. الأول في التعامل مع العامة ومع الصحابة. اختلف عن باقي الخلفاء وما اللي أتوا بعده. والثاني في عملية نشر الدعوة الإسلامية. هذا الجواب يجي للأخ اللي يقولون الشباب أنه ماذا فعل؟ الإمام علي أراد أن ينشر الإسلام من خلال الدعوة الإسلامية
لكن المسلمين هم اجوا امتداد للجاهليه في السبي والهجوم والقتل والذبح، فكانت الفتوحات الاسلاميه. الاسلام يفرض ويستلزم الحرب على الذين يعتدون على المسلمين. هذا الإمام علي من كان ماكو في عهده أنه فلسفة الفتوحات الإسلامية، هذا خلى قادة الجيش الإسلامي وقادة العرب أن ماكو إلهم خلينا نقول رشوة، روح اذهب وافتح بلاد فلان وتكن لك أنت وجيش اذهب وهكذا. فلذلك هم كان صخبهم على النظام وهكذا تم تفوير عهد الإمام علي. وحتى إلى وصل يعني لو كان من قتل الإمام علي لو كان هو قائد الجيش هو ربح وما إجى وقام بهذا الفعل. نعم هذا ما تصورته، فما أدري أنت الله يجزيك مشكور أشد الله. مولانا عزيز أمير المؤمنين عليه السلام كعادته هو مربي، الإمام مربي بحيث بالعهد مال مالك اللي هو باعتبار الإيقونة مال نجيب لها عهد المالك الأشتر، عهد المالك الأشتر معظمها يخص التعامل مع الآخرين. ما كنتو ما بلا أمير المؤمنين سلام الله بحيث فإنك لا تعذر بتضييقك التافه يعني الحليم لأحكامك الكثيرة المهمة. يعني انت بديت 10 مدارس، فالمدرسة داخلة اهملتها، انت ما معدومة، لا تقول لي والله سويت هذا 20 جسر وبنيت مستشفيات. هذا مولانا، هذا فكر أمير المؤمنين عليه السلام، مو فكر عشوائي، مو بحيث انت تخيل اكو رواية يذكرها قالت لنا الشيخ مقام الشيرازي الله يحفظه في شرح نفحات الولايه في شرح نجف وشرح نجف مصحف يقول العهد جابوا المعاويه، العهد مو كتلة مالك الله عليه جابوا المعاويه قرار معاويه تخبر وعشان واحد اداره كامله نظام وجود كامل مو بس اداره الدوله. عمرو بن العاص يقول قال له تبدا العهد ما تحل على ابي طالب خلي الحرقه للعهد. معاوية ما تبعت قيلهم لا تحرقوا بس قولوا ما لنا بكر لعن شفاتي بالإمام بالعهد مولانا خليت المنزل الأولى بدأت تدرس لا في دار العلم وفي العهد العباسي أول 10 نصوص من العهد هذه كافية يشهد الله وحقوة الجنرال كافية على كل مسؤول يتصدى لإدارة الدولة 10 نصوص بسيطة ماكو لأنه إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا. شوف مولانا تهديد للنفيس يقول له هذا سيء السمعة منحرف النفيس لا تجيب تبني دولتك بيش بأنقاض دولة أخرى مجرد لا إن شر وزرائك أحسن هو نفس والله مولانا واحد أنا رجعنا مراجع نفسهم النية نفس جد أمير المؤمنين سلام الله إن شر وزرائك من كان من أشرار قبلك وزيرا ومن شرفه في الآخر فلا يقولن لك بطالب فإنهم أعوان الأثم وأهوال الظلمة يقول الإمام